يقول عندي أصحاب يسمعون الأغاني ويسبون ويشتمون ولا يغضون البصر ويدخنون وأريد أن أتركهم. قال لي بعض أصحابي هذا ليس من الأدب. لا، هذا من الواجب وليس فقط الأدب. لا يجوز لك أن ترافق هؤلاء، لا يجوز لك أن ترافقهم، لا يجب عليك أن تفارقهم. وهذا الذي قال لك ليس من الأدب، هذا ليس بناصح لك، الله المستعان.